بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق أجمعين. نرحب بتلاميذ ثانية بكالوريا في ساعة التمرين حول درس النهايات والاتصال أو اتصال دالة عددية. إذا نعتبر دالة اف المتغير الحقيقي اكس مرة فبما يلي، دونك 1 على اكس 2 زائد 1. السؤال الأول حدد اف مجموعة تعريف دالة اف. دونك حنا عندنا دائما لدينا السؤال الأول لدينا حنا فوقاش يكون مشكل في اف؟ إذا كان المقام يخالف عفوا يساوي صفر. اكس أس 2 زائد 1 راه يخالف صفر على ار. علاش؟ لحقاش اكس أس 2 دائما موجب، إلا زدتلو الواحد راه أكبر من واحد، إذن هذا العدد دائما موجب قطعا على ار، إذن دي اف تساوي ار. صافي سالينا مع واحد ألف. باء بين أن افتحها. الور اولا اف قابله للاشتقاق لانها داله جذريه معرفه على ار، اذا قابله للاشتقاق على ار، قابله للاشتقاق على ار. ولدينا نحسبوا الاشتقاق فتحه لاكس اش كتساوي؟ كتساوي الاشتقاق نتاع واحد على اكس أس 2 زائد واحد الكل أس 2. شنو هي الاشتقاق نتاع واحد على أو؟ هو ناقص أو فتحة، يعني ناقص الاشتقاق تاع إكس أس 2 زائد واحد على أو أس 2. إكس أس 2 زائد واحد الكل أس 2. الاشتقاق نتاع إكس أس 2 هو جوج إكس، مع الناقص على برا تولي ناقص جوج إكس. الاشتقاق تاع واحد هو صفر على إكس أس 2 زائد واحد الكل أس 2. إذن صافي سالينا معها. دونك هذا هو الاشتقاق نتاع اف على ار على دي اف. صحيح مزيان. نقدروا نقولوا اذا لكل اكس ينتمي لدي اف اللي هي ار، اف فتحه لاكس كتساوي ناقص زوج اكس على اكس اس 2 زائد واحد الكل اس 2. جيم ادرس اشاره اف فتحه ثم سنجدول تغيرات اف. جيم اذا لدينا اف فتحه لاكس كيفاش اش كتساوي؟ هي ناقص زوج اكس على اكس أس 2 زائد واحد الكل أس 2. و اكس أس 2 زائد واحد الكل أس 2 راه في المقام هذا العدد عفوا موجب قطعا على ار على مجموعة التعريف. إذن بما أن المقام موجب قطعا، إذن إشارة اف فتحه افتحه لإكس هي إشارة ناقص زوج إكس. إذن إلا بغينا نوضعو جدول الإشارات نتاع افتحه بسهولة نوضعوها، نديرو هنا إكس وهنا نديرو ناقص زوج إكس، ومن خلال ناقص زوج إكس نسنجو الإشارة نتاع افتحه، لحقاش الاشاره نتاع فتحه هي الاشاره نتاع ناقص زوج اكس. فين كتنعدم ناقص زوج اكس؟ كتنعدم في الصفر، اذا حتى فتحه غتنعدم في الصفر. الا كان اكس سالب ناقص زوج اكس غيكون موجب من المؤلفين حتى الصفر، والا كان اكس موجب ناقص زوج اكس غيكون سالب عكس اشاره معامل اكس. كان موجب انا سالب، اذا نفس الشيء بالنسبه لفتحه غتكون موجب سالب. صحيح. ثم استنتج جدول تغيرات دالة اف. إذن جدول تغيرات اف دونك درسنا الإشارات افتحة وجدول تغيرات اف غنديرو مباشرة يعني كاستنتاج من خلال يعني جدول إشارات افتحة. إذن اف اكس شنو غيكون عنده؟ ملي كتكون افتحة موجبة كتكون اف تزايدية، وملي كتكون اف فتحة سالبة كتكون اف تناقصية. إذن في الصفر اللي كتغير الرتابة، لأن اف فتحة في الصفر كتغير الإشارة من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني. اف صفر نحسبها هي واحد، والليميت في موال لانفيني نحسبها، والليميت في بلوس لانفيني نوضحهم بعدا. هي الليميت في بلوس لانفيني واحد على بلوس لانفيني صفر، والليميت في موال لانفيني كذلك صفر. ونوضح هي لأن اف صفر تساوي واحد، والليميت اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه نتاع اف اكس شنو تساوي؟ واحد على بلس لانفيني هي صفر، والليميت إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية في إكس كذلك. موال انفيني أو كاري هي بلوس انفيني بلوس أن بلوس تعطينا بلوس انفيني واحد على بلوس انفيني صفر. صحيح جاوبنا على السؤال جيم. السؤال زوج لتكون جي قصور اف على المجال موال انفيني صفر. جي قصور اف على اي موال انفيني صفر. شنو معنى قصور؟ يعني جي كتساوي اف في هذا المجال، يعني جي هي اف ولكن فقط في هذا المجال، صحيح؟ الوغ والف بين ان جي تقبل دال العكس، هي جي مهزه معرف على جي يجب تحديده، دونك الف لدينا دابا جي هي قصور اف. كي دايره جي؟ جي راه جذريه، داله جذريه معرفه على مولا فين صفر، دونك صفر تما داخل سمحوا لي هنا داخل مولا فين صفر، دونك هذه داله جذريه معرفه على مولا فين صفر. وكنعرفوا بان الدوال الجذريه كتكون متصله على كل مجال ضمن مجموعه تعريفيه، اذا هذا المجال ضمن مجموعه تعريفيه، اذا جي متصله على مولا فين صفر. سمحوا لي صفر داخل ولدينا دونك جي هي اف قصور اف، يعني هي اف في المولا فين صفر. كي دايره جي تزايديه، جي تزايديه قطعا على مولا فين صفر، اذا جي تقبل دالة عكسية معرفة أولا من جي نحو مولا فين صفر، المهم على المجال وتقبل دالة عكسية معرفة على جي حيث جي هو اف اي أولا جي اي، اي هي من مولا فين لصفر. وبما أن الدالة تاعنا كي دايرة تزايدية، يعني غتحافظ على الترتيب، يعني غادي يكون مجال مفتوح نديرو الليميت اكس يؤول الى ناقص ما لا نهاية تاع جي اكس ولا اف اكس بحال حقاش هي جي، وهنا جي اللي صفر لأن داخل مجال صفر. يعني شنو هو جي؟ ليميت في الموال انفيني تاع جي، ليميت في الموال انفيني لقينا هو صفر، والجي اللي صفر هي واحد، جي اللي صفر هي واحد والواحد داخل المجال، دونك هذه هي جي، جي هي صفر واحد، صفر واحد هي من هنا باينه صفر واحد. الوغ باء اعطي جدول تغيرات جي موازاه على جي. الله يرضي عليك وشنو هي الخاصيه اللي غنستعمل هنا؟ الخاصيه اللي غنستعمل نكتبها هنا الا كانت اف اولا اللي اف واف موازاه نفس الرتابه على التوالي على اي واف لاي، متفقين؟ بالنسبه لاف واف موازاه كتكون عندهم نفس الرتابه على التوالي على اي واف لاي. دونك باء شنو غادي نديرو؟ لدينا اف اولا جي كي دايره تزايديه على، دونك جي تزايديه على اي، اذا جي موازاه لإكس غتكون تناقص، عفوا تزايدية، جي موازا غتكون تزايدية حتى هي، تزايدية جي اللي هو اف اي، صحيح؟ إذا كيفاش غيكون جدول التغيرات نتاع جي موازا؟ غيكون بكل بساطة بحالو بحال تزايدية، دونك هي جي موازا لإكس وهنا إكس. أول مجموعة التعريف نتاعها هي من فين هي؟ من الصفر لواحد، والصفر غير معرفه ما داخلش لواحد، اذا غتكون تزايديه بحال جي مزيان. وبالنسبه للواحد كيف شنو غيكون عندي هنا؟ وهنا شنو غيكون؟ بالنسبه لهذا ما غنجاوب عليه لا، لانه مطروح في السؤال اللي موراه، غنجاوب عليه من بعد ياك. اما بالنسبه للواحد نقدر نعرف، لدينا شنو كنعرفو؟ جي اللي صفر شنو كتساوي؟ هي واحد، يعني جي موانز نتاع الواحد هي صفر، يعني هنا غيكون صفر باينه صفر، واضح؟ الوغ جيم قالك حدد الليميت في زيرو بليس تاع جي موانز لإكس، دونك حنا لدينا شنو عندنا؟ عندنا الليميت إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية نتاع اف إكس كتساوي صفر من هنا. في المولان فين الليميت هو الصفر، متفقين؟ والدالة التزايدية إذن غيكون الليميت صفر. واش صفر بليس ولا صفر موان؟ صفر بليس 100%، صفر بليس. لأن علاش؟ لأن صفر عفوا بليس لانفيني واحد على بليس لانفيني هي صفر بليس ماشي صفر موان. إذن ليميت إكس يؤول إلى صفر بليس نتاع جي موان، هنا عفوا جي نتاع جي موان زان لإكس شنو غيساوي؟ غيساوي صفر بلس. متفقين؟ دونك الأمور واضحة. ألوغ السؤال ثلاثة بين أن جي موان زان لإكس كتساوي داكشي هذاك. ألوغ نضع إكغيك تساوي جي موان زان لإكس، يعني إلا كانت إكغيك تساوي جي موان زان لإكس ندخل جي هنا وجي هنا، هنا تولي جي إكغيك تساوي جي نتاع جي موان زان هي إكس، جي ديال جي موان زان لإكس هي إكس، يعني تولي جي إكغيك تساوي إكس. والشرط الشروط اللي خصو يتحققو هو أن إكس خصو ينتمي فين حسبت جي موان زان لإكس خصو ينتمي لجي، و إكغيك خصو ينتمي حسبت جي إكغيك يعني مجموعة التعريف نتاع جي، لأن درت جي إكغيك يعني مجموعة التعريف نتاع جي باش نقدر ندير جي إكغيك هي إي. وبالنسبه لاكس درت جي موان زان لاكس، يعني خص باش يكون هذا الشيء ممكن خص يكون اكس كينتمي لمجموعه تعريف تاع جي موان زان، صحيح؟ يعني شنو غتولي هذه؟ ايكغيك عفوا جي ايكغيك، شنو هي جي ايكغيك؟ هي واحد زائد ايكغيك أس اثنان زائد واحد تساوي اكس. الوغ خص يكون اكس، ما ننساوش هذه نوضحوها هنا حدانا، نديرها واحد المره. اكس ينتمي للجي، جي هو صفر واحد، صفر داخل خارج عفوا واحد. و إيكغيك خصو ينتمي لإي اللي هو من مول لانفيني مول لانفيني الصفر. دونك هاد الشروط خصهم يتحققو. يعني ألوغ هادي نضرب جوج على الطرفين يساوي جوج على الوسطين، يعني واحد يساوي إكس إيكغيك أس اثنان زائد إكس، ضربت إكس في هاد الجوج هادو ياك. يعني غنجيب هاد الإكس من هنا، يعني واحد ناقص إكس تساوي إكس إيكغيك أس اثنان، يعني إيكغيك أس اثنان شنو تساوي؟ تساوي واحد ناقص إكس على إكس ياك. يعني إما إيكغيك واحد يساوي جذر واحد ناقص إكس على إكس، أو إيكغيك زوج كيساوي جذر ناقصا على برا واحد ناقص إكس على إكس. حنا وشنو خصنا؟ خصنا تكون إيكغيك كتنتمي المول لانفيني صفر، يعني خص تكون سالبة، واضح؟ سالب. و إيكغيك جوج ينتمي للجي لإي عفوا، و إيكغيك واحد لا ينتمي 100%، إلا كان واحد ينتمي الأخرى ما ينتميش لإي. إذن جي موان زان لإكس غيكون هو اللي كيحقق الشرط، يعني هو اللي كينتمي لإي، هو اللي سالب، اللي هو إيكغيك زوج ناقص جذر واحد ناقص إكس على إكس، وداكشي اللي عطاونا هنا، صحيح؟ إذن انتهى التمرين والله يوفق. لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب، ثم التسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا، ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار المواقع الاجتماعية الموجودة هنا. إلى اللقاء.